مسلسل الأحداث في سوريا فصول لا تنتهي، والارتداد دائما إلى الفصل الأول. الشعب يريد إسقاط النظام. مسجد سعد بن معاذ شهد عيان على أحداث حمص بما تركته القذائف القمعية من آثار على جدران الجامع في محاولات النظام لوأد الاحتجاجات. في الوقت ذاته دخلت قوات من الجيش والأمن الحولة في حمص، وتم اقتحام جامع الرحمن والثانوية الشرعية في البوكمال واعتقال العشرات، في وقت حلق الطيران الحربي في سماء مدينة الحراك في درعا مع استمرار قطع الانترنت. كرمال الله. كرمال مين؟ كرمال مين؟ كرمال الله. أيو الله؟ أيو الله؟ قل لي مين الله؟ وفي معرة النعمان بإدلب يلح عنصر أمن على سؤال معتقل بالسياط، وكل تهمته أنه يسجل المواد المصورة التي تدين أفعال نظام الأسد ضد المحتجين. من جهة ثانية شارك عدد غير كثير في تشييع جنازة الناشط اللاعنفي غياث مطر في دارية بريف دمشق خشية سطوة العناصر الأمنية التي سرعان ما أطلقت الغازات المسيلة للدموع والرصاص على المشيعين، وسقط عدد من الضحايا. السلام عليكم يا حماة الديار. وما زال اختفاء الناطق باسم الضباط الأحرار السوريين حسين هرموش حتى اللحظة يثير الحيرة والاستغراب، خاصة أن هذا الأمر حدث بعد لقاء مسؤولا أمنيا تركيا في أحد مخيمات اللاجئين في تركيا، ما جعل الحركة تصدر بيانا تطالب فيه أنقرة بتوضيح لغز الاختفاء. رئيس وزراء الجمهورية التركية. من جهتها نقلت صحيفة الوطن السورية أنه تم القبض على هرموش بحوزته أسلحة، واعتبرت الصحيفة توقيف هرموش حيا بأنه صيد سمين يشكل ضربة قوية لأعداء سوريا. وبينما ضاقت الأرض بما رحبت على المتظاهرين في سوريا، تضامن غواصون مع الاحتجاجات من خلال حملة سموها بأحرار تحت الماء، ورفع الغواصون مطالبهم في البحر الأحمر آملين أن تصل أصواتهم إلى دمشق. خالد الكاشف، العربية.